بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين بنصرك المبين. اللهم أعزهم وأعز الإسلام والمسلمين. فبدل ما تنساش إخواتك في فلسطين، ما تنساش تدعمهم بالتبرع وبالدعاء دوما، وربنا رب يفك كربهم بإذن الله عما قريب. طيب نخش على الامتحان تاني، نحاول بقى إيه نزق شوية يعني نجري شوية. المسألة الأولى هتحلل قياس تربيعي اكس واي في اس زائد 8 اس في اكس اكس اس اكس اوف اس. ليه؟ لان هو بيقول لي ان انا عندي زيرو انيشال كونديشن، فبالتالي هتاخد الجزء الاول بس من كل اكس دوت والجو ده كله زائد 10 اكس اوف اس بيساوي 10 تي يو اوف تي دي بواحد، يعني فاهم اللي هو ما تعتبرهاش اصلا. فيبقى 10 تي عباره عن ايه؟ 10 على اس تربيع، تمام؟ دي التحويله بتاعتها. هتحول تجيب اكس اوف اس وبعد كده تعمل بارشال فراكشن، خلاص الجزء بتاع البارشال فراكشن، تطلع الاي والبي والسي. وصحيح لو اي مساله عموما قابلتك بتاعت لابلاس، انت في حاجه اسمها سيمبل لاب، ثواني اهو حتى اول موقع عندي سيمبل لاب، لو دخلت عليه اول حاجه ضغطت على بارشال فراكشن اصلا كالكوليتور او كتبت بارشال فراكشن، هيجي لك ان اسم الداله اللي انت عايز تعملها اسمها بارشال فراكشن، وبتتعامل معاه ببساطه شديده وهيطلع لك الداله اللي انت هتحطها، يطلع لك البارشال فراكشن بتاعتك. طيب لو انا مش عايز بارشال فراكشن، يبقى انا عايز اعمل انفرس على طول. ادي انفرس ار اي ان، ثاني انفرس ار اس اي، صح؟ بي اي انفر اهي، بص انفرس لابلاس على طول، وشيل المعادله دي، حط المعادله اللي انت عايزها في ار اس اي. بس لو كتبت الجمله دي وبعدين حطيت المعادله اللي انت عايزها، برضه هو هيطلع لك انفرس لابلاس لاغلب الدوائر، يعني انا الدالتين دول متاكد منهم من البرنامج ده، خلاص. فدي حاجه كويسه يعني ممكن تتاكد بيها من انفرس لابلاس، لكن لحاجات بسيطه للاسف. طيب المساله الثانيه، طبعا بعد ما تطلع الثوابت وتعمل لابلاس عندك، هيظهر لك الداله دي اللي هتبقى بتعبر عن كوشاين وشاين، هتعبر عن كوشاين وشاين، خلاص يا ساتر يا رب. دي الداله اللي عندك، لان الاشاره سالب مش موجب، خلاص. طيب عايز ممكن تلاقي حد حلها بطريقه تانية صراحه، يعني الطريقه التانية اللي ممكن حد يحلها بيها، لو انت فككت الكوشاين، لو جينا نكتب كده برضه عشان تبقى عارف شاين، ايوه هي دي، بص قيمه شاين اكس فين، قيمة شاين اكس هي القيمة دي، اي اس اكس ماينس اي اس ماينس اكس على الاثنين. لو انت جيت تعوض في المسألة في المعادلات دي بي اس 6 جذر 6 تي ماينس اي اس ماينس جذر 6 تي على الاثنين، لو دي الشاين هنا اهي والكوشاين تعوض بيها بالقيمة بتاعتها، هيطلع لك القيمة اللي هو ممكن يعمل ايه؟ يجيبها بالطريقة التانية، لو هو قدر يحلل المقام ويظبطه ممكن يجيبها بطريقة تانية زي ما بقول لك كده، خلاص؟ بحاول اختصر عليك. المهم لو لقيت صوره غير الصوره دي اعرف ان هو فكك دي وفكك دي وحط قيمه. طيب بعد كده نيجي على السؤال اللي بعديه، خلاص الماثيماتيكال موديل عندي هنا، هعمل عند ام واحد وهو سهل عليا في المساله، بيقول لي ان انت هتيجي عند النقطه دي تعمل ام اتنين. ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك هنا ديجري اوف فريدم كمان، الديجري اوف فريدم دي هنسميها واي اوف تي، خلاص. فهتلاقي الجزء الاول عندي ان انا شغال على ام، الجزء الثاني ان انا شغال على ام بتساوي زيرو بس الواي اوف تي. طيب الام واحد المعادله بتاعتي عندي اف اوف تي، عندي كي 2 اهي في اكس اوف تي اللي هي اكس ماينس واي، انا واقف عند ام واحد يبقى اكس ماينس واي، والكي واحد اللي هنا عباره عن كي واحد في الاكس بس لان المرتبط بالزيرو. طيب عند الام زيرو دي اللي هنا لما بتساوي زيرو، يبقى عندي كي 2 اللي هي في واي بقى ماينس اكس لان انا واقف عند ام 2، فبالتالي واي ماينس اكس، وعندي السي في واي دوت ماينس سيتا دوت، عندي السي هنا محصوره، الدمبر ده محصور بين السيتا اللي هنا وما بين الواي، ده اللي انا فهمته من الحل، ما اعرفش برضه صح ولا غلط لان المساله دي وقفت افكر فيها كتير، بس ده اللي انا وصلت له بدماغي يعني. طيب اخر حاجه بس، العلاقه الاخيره اللي انت هتحتاجها هي العلاقه بتاعت مين؟ ان الجسم ده لما يحصل له روتيشن سواء لقدام او للخلف هيديني سيتا، الطول اللي هو كان واقف فيه دوت، الطول اللي هنا ده هيتحرك هيبقى هنا برضه، هيبقى عباره عن 2 على ال 3 ال، والطول ده ذات نفسه عباره عن 2 على 3 ال برضه، وديت هي الواي بالنسبه لي ودي السيتا. يبقى بالتالي العلاقه اللي عندي ان الواي بتساوي 2 على 3 ال مين؟ ساين سيتا،
ساين ثيتا بتساوي مقابل على المجامر، واي على 2 على التيتا ال، يبقى واي هتساوي 2 على التيتا ال ساين ثيتا، يبقى بالتالي الواي بتساوي 2 على 3 ال، شيل ساين ثيتا وحط مين؟ ثيتا. ليه؟ لان احنا بنقول ان الدوران اللي هيحصل بيكون مقداره صغير جدا، فبالتالي ساين ثيتا بتساوي ثيتا، لكن كوزاين ثيتا بيساوي ايه؟ بتساوي 1 تقريبا. خلاص؟ طيب بتساوي 1 مش تقريبا، بتساوي 1 بالتقريب يعني، ده الاصل. طيب فبالتالي الواي دوت، لو انا عايز اشيل الواي دوت من هنا واجيبها كلها في دلاله الثيتا، هتبقى هتشيلها وتحط 2 على ال 3 ال ثيتا دوت. خلاص؟ ده لو انا عايز اشيلها واحطها هنا، وكذلك فوق ممكن اشيل الواي واحط 2 على ال 3 ال ثيتا. طيب انا مشيتها واحده واحده. اول حاجه اشتغلت على معادله الحركه الاولى، سيجما اف، سيجما اف بتساوي ام 1 اكس دبل دوت. خلاص؟ يبقى سيجما اف بتساوي ام 1 اكس دبل دوت، عندي اف تي، عندي ماينس كي 1، عندي ماينس كي 2، اكس ماينس واي بيساوي ام 1 اكس دبل دوت. طلعت المعادله دي، المعادله دي هجيب ارتباط بين مين ومين؟ بين القوه وبين اكس 1. خلاص؟ بين القوه وبين اكس. فبالتالي المفروض كنت اعمل الموديلنج بتاعها بالمره، ان انا عندي اف اوف اس اهي، خلاص جاي عليها مجموع عليها كي 2 واي، يطلع يتضرب في 1 على ام 1 اس تربيع زائد كي 1 زائد كي 2، يطلع لي مين؟ الاكس. خلاص؟ مش عارف ما عملتهاش بقى، بس هو دي المفروض ان دي المعادله. طيب المعادله الثانيه المفروض تعمل ايه؟ في المعادله الثانيه المفروض ان انا عندي الام اللي هي اللي انا عملتها التانية دي اهي، سيجما ام اللي هي سيجما اسف اف برضو هنا بتساوي ام اكس دبل دوت. انا عايز اتحرك الناحيه دي برضو، فديت القيمه اللي عندي ودي القيمه، الاثنين بالماينس بيساوي ام في الواي دبل دوت يبقى زيرو. يبقى هتيجي هنا ملخص الحوار، ماينس كي 2 في واي ماينس اكس ماينس سي في واي دوت ماينس سيتا دوت. تظبط الموضوع ده كله، تطلع علاقه بين الواي والاكس والسيتا. فبالتالي يطلع ان انا لما الاكس اللي كانت طلعت معايا فوق، كان طلع لي اخر حاجه اكس، اجمع عليها سي اس في سيتا، يطلع لي مين؟ قاسم اضرب ده كله في واحد على كي 2 زائد سي اس اهي، زي ما انت شايف اخر حاجه طلعتها كانت اكس هنا اهي. الاكس دي تضربها في كي 2 الاول، تجمع عليها سي اس سيتا، تضربها في واحد على كي 2 سي اس، يديك مين؟ الواي. خلاص؟ الواي اللي انا قدرت اجيبها منين؟ من المعادله دي اللي هي المعادله الثانيه. المعادله الثالثه ان انا عارف ان كده كده الواي بتساوي 2 على 3 ال في سيتا، يبقى انا اضرب الواي في 2 على 3 ال هيديني مين؟ سيتا. سيتا دي تاخد منها برانش ترجع لي سيتا سي اس في سيتا اللي هو اللي كان جاي من هنا، وتاخد برانش تاني تضربه في 2 على 3 ال عشان تحوله تاني مين؟ واي. في حته هنا كان كي 2 في واي، اول معادله كانت كي 2 في واي، انا كنت ممكن اسحبه من هنا، بس انا لو سحبته هنا هيخلي شكل الدياجرام وحش، عشان على الاقل لما اجي اعمل بلوك ريدكشن، لانه عايز ترانسفير فانكشن، فبالتالي عايز البلوك ريدكشن، تمام؟ فانا لو جيت سحبته هنا صعبها على نفسي، فجيت عملت من الاساس اصلا، قلت اما اضرب سيتا في 2 على 3 ال خلاص هيديني مين؟ هيديني الواي. انا عندي المفروض ان الواي بتساوي 2 على 3 ال في سيتا، لما اجيب سيتا اضربها في 2 على 3 ال هيديني مين؟ الواي. الواي دي لما اضربها في كي 2 يديني مين؟ كي 2 في الواي. فبالتالي هو عايز الاوفر اول دايجرام عملته، عايز الماثيماتيكال موديل اللي عملته، وعايز بس الترانسفير فانكشن. خلاص بقى عندك ان انت هتبسط دي كفيدباك، وهنا الاشاره بوزيتيف، فبالتالي هتبقى الداله دي على واحد في على واحد ناقص دي في دي، لان الاشاره هنا موجب، الفيدباك هنا برضو موجب، فتبقى الداله دي كلها على واحد ماينس دي في دي. خلاص قعدت ابسطها لحد ما وصلت لمين؟ لشكل الترانسفير فانكشن اللي هي دي، تمام؟ الكلام ده فيه مشكلة يا أحمد؟ ولا أنت نمت ولا تمام. طيب ده كده ايوه غير سريعا، مصر شوية أهم حاجة تكون بس. عارف إن أنت جاي هنا في المنطقة دي، وتكون عارف إزاي تجيب العلاقة بين السيتا وبين الواي اللي أنت هتفرضها. خلاص؟ طيب بعد كده المسألة اللي بعديها دي مسألة الحرارة اللي بتتكرر كتير. المرة دي هو عمل حاجة مختلفة، هو عرفك إن البي الراجع، إحنا مش قلنا المسألة دي بيقول لك فيها إن ده فولتج. في ناس بعتلي بتقول هو متولي وبيحل لي مسائل حرارة تمام وكامل، هو مش الدكتور جاني مش هتيجي؟ ردك ايه على هذا بعت السؤال؟ الهجرس، بعت الهجرس والله، قال لي مش بعت الدكتور الهجرس، ما بعت ردش الهجرس عليه. مع حد، بعت الهجرس مع حد، قال لي ان الحرارة عادي، قال لي لا ما قالش، هو قال في الميد ان هي مش هتيجي، لكن ما قالش حاجة على الفاينل.
فانا ما مش عارف يعني صراحة مش عارف احل ولا محلش، فحليت بس هل يكفي؟ لان كان شيتوس هو اللي سألني. تمام، قال لي في حرارة مفيش، قلت له المفروض المسألة دي مش جاية، الدكتور قال مش جاية في الايام المد، بس بعد اتاكد برضه من هجرس، فبعد اتاكد من هجرس، هجرس قال له لا جاية تقريبا حاجة شبه كده مش عارف. المهم هو من مسألتين مودرنج ولا ايه؟ ده السؤال التاني والتالت مودرنج؟ ما دي امتحانات زمان بقى، ايام ما كان جزء دكتور، ده جزء دكتور المفروض اسمه ايه، دكتور خالد. خالد المفروض يعني، عشان كده الامتحان ده هتلاقي جزء دكتور اسمه ايه، نسيت الاسماء، بسيط جدا يا ابن يعني. دكتور سليمان. لما نيجي نشتغل على الجزء ده هتلاقيه بجد الموضوع سهل جدا، بارت 2، لكن بارت 1 هو فعلا اللي رخم. طيب في المسألة دي هو مديني لو تفتكر بيقول لي ان ده الفولتج، فهتلاقيني انا نسيت للاسف وضربت في كي 1، مع ان دوت انا لسه قايل لك من دقيقتين بالظبط ان ده الفولتج خلاص، فتبقى ار ماينس بي على طول، لان دوت الفولتج هو كاتب لك ان ده الفولت، فما تضربش في ثابت خلاص، يبقى الثابت ده هنا كده غلط. بيطلع لي مين؟ بيطلع لي الاي، الاي تضربها في الكي، اي تديني مين؟ تديني الفي خلاص. بعد ما تاخد الفي تروح تعمل علاقة مع الار والال، الكباستنس بتاع اللي هو مديهم لك، يدوك مين؟ يدوك التيار، تطلع لك التيار. بعد ما تطلع التيار، التيار دوت له علاقة مع الفورس، له علاقة عشان يديك الفورس اللي هو ثابت هنسميه كي اي، بس مش فاكر هل اداني علاقة ليه ولا لا، ما ادانيش علاقة ليه، بس المفروض ان هو لو اتضرب في ثابت يعني هو بيسموه ثابت كي اي، انا كتبته كي 2 المرة دي مش فارقة، بيديني الفورس، وطبعا الكي 1 ده غلط لان ده الفولتج دايركت خلاص. طيب بعد ما اداني الفورس اروح اعمل ايه؟ اعمل علاقته عشان ديت الواي زي ما انت شايف، وبيقول لي هو قال لي ان انا عندي ام وكي وسي، عندي قوة كتلة و ام، عندي ماس، عندي دامبنج، عندي كي، فالمرة دي هطلع المعادلة اللي هي دي، ودي كده صح المعادلة اللي انا مطلعها صح، لان هو بيقول لي ان انا عندي ماس وعندي دامبنج وعندي ايه كي، حلو، فهتطلع لي الواي اوف اس، المعدل دي داله في الواي، فالاف هتطلع لي واي اوف اس، وبعد كده بعد ما اطلع واي اوف اس هشتغل بالفالف، الفالف الثابت بتاعه معروف ان الكيو اللي بتطلع منه بتساوي كي في في الواي خلاص، فهتساوي كي في في واي في كي في هتساوي الكيو، طلعت الكيو، الكيو ليه علاقه بمين؟ بالسيتا، هو مديك اهي العلاقه بين الكيو والسيتا، بس مدالك ان المره دي داله في ايه؟ في الزمن، عشان اجيبها داله في الازاي؟ عشان احطها في البلوك دياجرام عندي اشتغل ازاي؟ يبقى سيتا اوف اس بتساوي 2 على اس بلس 10، الكلام ده في كيو اوف اس خلاص، فاروح جاي 2 على اس بلس 10 في كيو اوف اس بيطلع لي سيتا اوف اس. ولو تاخد بالك في الامتحان اللي فات اصلا هو كان مديني نفس المعادله نفس القيمه دي، بس بدل ما اشتغل بالمعادله كان مديني القيمه دي دايركت جاهزه. بعد كده اخر حاجه هو مديني ان البي الريفرس ده بيساوي السيتا في الكي بي اللي هو حاططها هنا، دي سيتا دي في كي بي عشان ده الفيدباك، فالفيدباك عباره عن سيتا لما اضربه في كي بي يديني بي، نفس التجميع بالظبط، بس المره دي انا كان معايا ام اس تربيع زائد سي اس في الكي خلاص. تمام. طيب بعد كده نيجي بقى البارت 2، بارت 2 ده سهل جدا، جزء دكتور سليمان ان انا عندي بيقول لي بص حته هنا كاتب لي جي اوف اس، جي اوف اس دي كده تبقى الاوبن لوب ولا الترانسفير فانكشن؟ دي الأوبن. غلط، دي الترانسفير فانكشن. ليه بقى؟ لان هو في راس السؤال قال ان ده الاوفر اول ترانسفير فانكشن خلاص، هي في العادي دي الاوبن تمام، لكن هو في راس السؤال قال لي المره دي ايه، دي الاوفر اول ترانسفير فانكشن، فبيقول لي أنت بتراوغني يعني ولا إيه؟ بيقول لي شوف لي، قول لي بس عايزك تقول لي هل السيستم اللي عندي ده اندر دامبد، كريتيكال دامبد، اوفر دامبد، انا عندي ديت عباره عن مين؟ ناخد اتنين اكزيت البقاء. اوميجا، دي اتنين اكزيت اوميجا، دي اوميجا ان تربيع، دي اوميجا ان تربيع، واوعى تتلخبط وتاخد ان دي هي الاوميجا ان، قلت لك ما تشتغلش من البسطه عمرك تمام؟ تمام، ده حل عشان تحدد اذا كان اندر دامبد، كريتيكال دامبد، اوفر دامبد تشتغل بيه، بس انا كنت حبيت اتحنيك كده شويه، وكنت بشتغل بان انا اطلع جذور المقامات، فاول واحده مقام طلعت معايا كده كده مالها اندر دامبد، ستيبل. ليه؟ ستيبل ماشي، مش فكره ستيبل، هو احنا عايزين نقول هو دامبد ولا هو عايز يقول حاجه تانيه، مش عايز يقول ستيبل ولا لا، عايز يقول هو دامبد ولا مش دامبد، يعني دامبد تمام ولا اندر تمام ده والحاجات دي الاربع مسميات دول، ف دي كده كده باينه من الجذور بتاعتها اللي احنا حافظينها ان دي مالها اندر دامبد، لكن دي الجذر سالب 5 ده يعني ريال، ريال ركز ان الجذر ده ريال وماله في اتجاه السالب، اللي كان بيطلع لي الريال في اتجاه السالب يا اما الكريتيكال دامبد يا اما الاوفر دامبد، فاضطريت طبعا ارجع زي البني ادمين اشتغل على
ان انا لو عندي الجي اوف اس اللي تحت اهي يبقى الاوميجا ان تربيع ب9، يبقى الاوميجا ان ب3، يبقى 2 اكزيتا اوميجا ان بتساوي ال4 اللي جنب الاس دي، تمام؟ يبقى الاكزيتا هتساوي 4 على 2 في 3 فبتطلع بالكوميدي، يبقى ده اندر دامب الثاني. يبقى الناحيه الثانيه فين الاكزيتا الاوميجا ان تربيع بتساوي 3 اللي هي القيمه دي، و2 اكزيتا اوميجا ان بتساوي 6، خلاص يبقى الاوميجا ان بجذر 3 يبقى الاكزيتا بتساوي 6 على 2 في جذر 3 بتطلع ب1.7 اوفر دامبنج. خلاص هو اوفر ده دامبنج السؤال. طيب سؤال رقم 5 بيقول لك، ب 10 درجات بس. كل سؤال هو عامل 5 اسئله كل سؤال ب 10 درجات. خلاص ايام زمان بقى ما كان الموضوع بتاعه هو اللي بيلم الامتحان. طيب بيقول لك ان انا عندي الام بي بالقيمه دي، عندي التي بي بالقيمه دي، عندي عايز يعرف هو الرايز تايم، تمام؟ وبيكلمني عمال يقول لي فوق ان انا عندي فيجر في جين وفي فيدباك كي بي، تمام؟ ده كله ماكسيم اوفر شوت ماشي. هو عايز ايه تاني؟ عايز الراس تايم، عايز التي ار. اعمل ايه اول حاجه؟ الام بي اعرف اطلع منها ايه؟ زيد اكزيتا، بالظبط كده. طيب لما اجيب اكزيتا انا عايز الراس تايم، الراس تايم ده كان بيساوي ايه لو تفتكر القانون بتاعه؟ باي اللي هو الاي ماينس او فاي، سي صح. انا بتكلم عن الراس تايم تي ار، باي باي ماين ماينس فاي فاي على على اوميجا دي، اوميجا دي. تمام؟ حلو، يبقى انا عايز الفاي. انا جبت اكزيتا، الفاي اعرف اجيبها؟ اه، تان ماينس 1 تان تان ليه بتربيع جذر واحد على واحد، زيت واحد على ناقص اكزيتا تربيع على اكزيتا. حلو، تربيع على زيت. جميل، دي كده جبت الفاي. الاوميجا دي اجيبها ازاي؟ قال لك ما هو مديك التي بي برضه عشان تعرف تجيب حاجه كمان اكيد. طب التي بي كان القانون بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن باي على الاوميجا دي تساوي اوميجا دايركت، صح؟ فدي بتساوي واحد، يبقى الاوميجا دي هتساوي الباي. هتلاقيني رقم واحد عوضت بالام بي بوينت 2 في اي اس ماينس اكزيتا في الباي على جذر واحد ماينس اكزيتا في الباي، قانون حفظ. فتروح مطلع لي قيمه اكزيتا، اهم حاجه بعد ما تفكك القانون تاخد لين الطرفين وتضرب تربع الطرفين بعديها وتطلع لي اهم حاجه قيمه مين؟ اكزيتا. قيمه اكزيتا تطلع بكام؟ بوينت 4559. طيب بعد ما تطلع، على فكره المساله دي في الكتاب، بعد ما تطلع بوينت هو عادي 4559 اعملها بالآلة الحاسبة على طول يقول ولا لك مش اكتبي. هيحسبها لنا خطوات؟ ما اعرفش، بس استاذ هيمشي خطوات مش هتفرق حاجه، مش دي اللي هتضيع وقتك يعني، انت كده وقتك ضايع يعني. خلاص كنا طلعها غلط. ما هتعملها بالحاسبه وبقى امشيها خطوات. هو اصلا ممكن انا مش الحاسبه هبريكها تعمل، يعني. ممكن الحاسبه تعمل ايرور اساسا. لا لا ما تقلقش، الآلة بتاعتي الحمد لله يعني كويس. ماشي، طيب ايه دي؟ ماشي، فبالتالي انا عندي ايه؟ عندي ال الحاجه الثانيه التي بي بتساوي واحد اللي هي باي على الاوميجا دي، يبقى الاوميجا دي بتساوي الباي، دي المعلومه الثانيه. واروح اجيب الفاي بالمره، ورحت جبت الفاي خلاص عن طريق القانون بتاع ما انا جاي معايا الاكزيتا دلوقتي، واروح اعوض في التي ار يطلع لي القيمه دي. انت هنا عايز حاجه كمان، عايز السيتلنج تايم. السيتلنج تايم لو 2% عباره عن 4 على اكزيتا اوميجا ان، بس انا معيش الاوميجا ان، صح؟ بس انا معايا الاوميجا دي، فالاوميجا دي بتساوي اوميجا ان جذر واحد ماينس اكزيتا تربيع. ما اعرفش الان بكتب كده ليه، بس المهم مش مشكله. مش مشكله، انت كده شايف البتاع. فانا رحت جبت الاوميجا ان، لا دي الاوميجا دي ودي الاوميجا ان، جبت الاوميجا ان، ترجع تعوض هنا تطلع لي السيتلنج تايم لو احنا 2% ولو احنا 5% يطلع بكام. خلاص المساله دي في الكتاب. طيب المساله دي فيها مشكله؟ طيب دي كله تحت السيطرة. طيب مسألة رقم 6 كله تحت الكنترول. مسألة رقم 6 ديت الجي اوف اس، خلاص بيقول لك ان انا عندي ديترماين ذا بوزيشن اند فيلوسيتي اند اكسلريشن ايرور كوفيشنت، يعني عايز الكي بي الكي في الكي اي، خلاص كي اي للفيدباك كنترول سيستم اللي عنده اوبن لوب ترانسفير فانكشن. يبقى جي اس المرة دي هنا بايه؟ بالجي اوف اس، خلاص اللي هي الاوبن لوب، تمام؟ بعد كده بيقول لي بس الاول بس هنحسب له الكي بي الكي في كي ايه كي ايه، تروح تحسبهم له ادي الثلاث قوانين بتوعك، تعوض يطلع لك اول واحده 50 الثانيه 0 الثالثه 0. بيقول لي احسب لي برضو الستيدي ستيت ايرور لو انا عندي يونت ستيب انبوت، يونت ستيب انبوت يبقى انا عندي الار بكام؟ طالما قال لي كلمه يونت ستيب انبوت الاول ده الانبوت، لا لا ده الانبوت ماليش دعوه بيه. لو انا عندي يونت ستيب انبوت او يونت رام بانبوت، واليونت رام بانبوت بتي، سواء كنت يونت ستيب او يونت رام، فانا كده الار بكام؟ بواحد. ليه؟ يونت ستيب دي الواحد المباشر، هو لو كان يونت ستيب حاجه تانية كان هيقول لي ار في يو اف تي، يعني هيقول لي 5 يو اف تي، واليونت رام قال لي ان هي بالتي دايركت، يعني اللي جنب منها واحد، فبالتالي الار بكام؟ بواحد برضه.
اند اكسلريشن تمام. انبوت، ولو انا عندي الاكسلريشن انبوت والاكسلريشن انبوت بتيتا ربيع على الاثنين، تيتا ربيع على الاثنين، دي اصلا الاكسلريشن انبوت كان عباره عن ار على الاثنين في تيتا ربيع، فلما يديني تيتا ربيع على الاثنين ده معناه ان الار بكام؟ بواحد. هو ليه كان بيداني تيتا ربيع على الاثنين؟ عشان كان بيظهر مع التيتا ربيع اثنين مضروب، فكان بيحط يقسم على الاثنين عشان ايه؟ عشان يطيروا مع بعض. يبقى كده في جميع الاحوال هو بيقول لي لما يكون الار بكام؟ بواحد، ما تتعبش نفسك، حل مره واحده بس. يبقى الار اللي عندي بواحد يطلع البوزيشن ايرور اللي هو واحد على واحد زائد الكيب اللي انت طلعتها ب 51، ويطلع بواحد على الانفينيتي ويطلع واحد على الانفينيتي. والمساله دي انا وقفت فيها في الكتاب في مره وما كنتش فاهم ايه هو اللي بيدوني ده، ففهمته حاليا اديني بشرحه في فيديو يعني. طيب المساله رقم 7، خلاص برضو مساله من الكتاب. بيقول لي ان انا عندي الجي ب 1000، الكي ب 1100 اللي في السيستم ده، تمام. و الكنترولر بيقول لي ايه بقى لو عايز يحسب ال واي ويز واي الكنترولر كي، ماشي. المهم في ايرور شوية انفجر. المهم لو السيستم اللي عندي كريتيكالي دامبد يعني اكزيتا، خلاص انا عرفت ان هو بواحد، حلو. باي مين اوف اوت بوت ريت فيدباك، تمام. غلط هنا في المساله غلطه، وفي الكتاب اصل المساله دي مش اكزامبل، المساله دي مساله في الكتاب فعليا، في الكتاب كان غلط غلط، هنا غلط. بيقول لي ان هو عايز البوزيشن الايرور، غلط، هو عايز الفيلوسيتي ايرور. الدليل على كده ان هو مديني بعدها الانبوت سبيد اصلا، تمام. يبقى هو عايز الفيلوسيتي ايرور، خلاص. ده الار بي ولا ايه؟ يبقى كده الار بكام؟ ست. بستة، حلو. ريفوليوشن بير مينيت، ركز في الوحده. وهنا عندي مين دي؟ برضو نيوتن فير نيوتن متر بير مينيت، يبقى كده مظبوط، يبقى خلاص، يبقى الار بستة، حلو. وبيقول لي لو الدريفيتيف بعد كده، اف دريفيتيف كنترول از كوربريتنج تو سيستم دي تي دي بقد كذا. لا، حل المساله الاول. هو لحد هنا ده السؤال اللي عندك، خلاص. وبيقول لك ان انا عايز الايرور. طب عشان اجيب الايرور مش محتاج جي اوف اس؟ محتاج جي اوف اس. جي اوف اس المساله دي زي ما هي قبل ما نحاول، قبل ما نحط الدريفيتيف كنترول. سامعني؟ الو، تمك الكي على الجي اس تربيه زي حلو. دي كده قبل ما نحط، هو لسه مع دي كده سؤال تمام. لحد انا هنا. سامعك. ايوه، لحد هنا سؤال، انت بيوصل لك صوت متاخر. لحد هنا سؤال، تمام. طيب فطلعت كي على جي اس تربيع زائد سي اس، تمام. يعني كي خدت الاس عامل مشترك، وبعد كده عايز اجيب الكي في، يبقى ليميت لما الاس تقول الاس، هتلاقي الاس بتطير مع الاس من الناحيه دي، تبقى لك كي على جي اس زائد السي تتعوض بالصفر، يبقى كي على السي. يبقى دي كده قيمه الايه؟ الكي في. الايرور عباره عن ار على كي في، الار ب 6، يبقى 6 على 1100، وانت عندك ريفولوشن بير مينت ونيوتن بير مينت على السي. هنا على السي لسه، معلش، على السي، السي مجهول بالنسبه لي، خلاص. فيبقى 6 على 1100 على السي، ده كده قيمه الايرور اللي هو ممكن تحسبه 6 سي على 1100، خلاص. طيب الفكره بقى، الفكره الاهم، ازاي اجيب قيمه السي؟ ما انا عايز اعوض بيرو، مش هينفع ما اشتغل من غير ما اجيب قيمه السي. فهتضطر تروح تشتغل على مين عشان تجيب قيمه السي؟ الترانسفير فانكشن. فهيطلع لك ان الترانسفير فانكشن عباره عن كي على الجي، كي على جي اس تربيع زائد سي اس زائد كي اللي هو زود بقى الواحد اللي هنا ده، خلاص. تعمل احنا جبنا جي اوف اس اللي هي فوق، تمام. يبقى عندي الترانسفير فانكشن عباره عن جي اوف اس على 1 زائد جي اوف اس، لان الاتش اوف اس بكام؟ بواحد اصلا، خلاص الفيدباك. فهتطلع دي الترانسفير فانكشن اللي معاك، ظبطتها بحيث ان الاس تربيع تبقى بواحد، هتطلع بالشكل ده. يبقى اللي جنبها تبقى عباره عن 2 اكس زيتا اوميجا ان، ادي 2 اكس زيتا اوميجا ان. طيب الاوميجا ان اذا نصب كي على الجي، يبقى طلع هتطلع هنا ان دي سي على الجي بتساوي 2 اكس زيتا اوميجا ان، شيلها وحط كي على الجي. طيب الكي معايا، الكي بكام؟ ب 1100. الجي معايا، ب 1000، يبقى دي 1000. الاكزيتا بواحد لان ده كريتيكال دامبد، في اتنين. والسي الجي اللي دي معايا، الجي دي معايا، اروح ضاربها هنا واطلع قيمه السي. طلعت قيمه السي، ارجع عوض بقى هنا، فيطلع الايرور اللي معاك بكام؟ 6 على 1100 على قيمه السي، يطلع ده الايرور. دي قيمه الايرور 11.44157%. طيب بعد ما اجي ازود بقى الديريفاتيف كنترول، هو عايز بيقول لي هنا زود دريفيتيف كنترول، احطه فين؟ احطه بعد الاشاره بتاعت الاي اس على طول، ما تنساش الحته دي. واحد على تي دي في الاس، المفروض البلوك دياجرام ده يخلص بان هو واحد زائد تي دي في الاس. تبدا تجيب ترانسفير فانكشن من جديد. هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز بيقول لي بعد ما احط التي دي والتي دي اللي عند تي دي في الاس ده قيمته 1 من 10، تمام.
عندي خلى النظام زي ما هو كريتيكال دامبد، يعني اكزيتا لسه بواحد، خلاص احسب لي النيو ستيد ستيت ايرور، طلع لي النيو ستيد ستيت ايرور. انا هنا المره دي مضطر اشتغل على مين؟ على الترانسفير فانكشن كلها، او على الجي اوف اس، اسف، ممكن اشتغل على الجي اوف اس اللي هي الحته دي. خلاص طيب، خلاص لما اشتغل على جي اوف اس هيطلع لي القيمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 زائد تي دي اس في الكي على جي اس تربيع زائد اس. خلاص، و انا ما اعرفش انا قعدت اعمل ايه صراحه ده كله. ماشي، هو الكي في كان ممكن اشتغل على جي اوف اس بس على طول زي ما انا موضح، وتروح تشتغل هنا تجيب الجي اوف اس وتجيب، يطلع لك ان الكي في بايه؟ بي كي على السي، نفس الكلام، والاي اس اس ار على الكاسي. انت محتاج الاول بس، معلش، بما انك رحت تشتغل على نظام جديد، انت هتيجي هنا في الايرور قيمه السي دي مختلفه عن قيمه السي اللي قبل كده اللي احنا حسبناها. فانت عشان كده هتلاقيني اشتغلت، جبت الترانسفير فانكشن، بعد ما جبت الترانسفير فانكشن سويت المعادلات برضه، المعاملات برضه، خلاص نفس الكلام، وطلعت قيمه، وعندي اكزيتا بواحد انا عارف، طلعت قيمه السي الجديده لما يكون معايا قيمه التي دي اللي هي بواحد من عشره، فطلعت قيمه السي الجديده. بعد ما طلعت قيمه السي الجديده رحت بقى اشتغلت على جي اوف اس وجبت الكي في تاني، وبعد ما جبت الكي في جبت الايرور وحسبت بالسي الجديده، طلع لي قيمه الايرور ب 10.48. كده النظام اللي عندي اتحسن ولا ما اتحسنش؟ كان 11 الايرور بقى 10 بوينت، بس الايرور بس قل، ايرور قل بالظبط كده. الايرور قل ايوه، هو اصلا. كده مش طالب في دي تعليق اصلا، بس انا بقول لك يعني ده اللي حصل. اخر مساله باب برضو العلم بالشيء، ايه؟ من باب العلم بالشيء. ايه دي؟ من باب العلم الشيء اللي انا بقوله يعني. دي راوس هرتز، اخر مساله دي راوس هرتز بالنسبه لك، او بالنسبه لنا يعني. فانت كل عليك هتطلع جي اوف اس الاول اللي هي القيمه دي الاول، طبعا ظبط لي دي كده هنا، تروح مظبط مطلع لي الحته دي، وبعد كده اضربها في الكي، وبعد كده عندك يونيتي فيدباك تشتغل عليها. ف هو لحظه، انا شكلي اتلخبطت هاي كده، واحد ناقص اس بلس 2 فيس، لا هي كانت مظبوطه. انا طلعت اول حاجه بسطت دي، جبت الجي اوف اس دي اللي هي الفيدباك، خلاص طلعت بي ان انا هضرب في اس وازود واحد هنا في الاخر، اضرب المقدار ده كله في اس وازود واحد. اعمل انت الترانسفير، اعمل انت الريدكشن للفيدباك دوت، هيطلع بالقيمه دي. حلو، بعد ما يطلع بالقيمه دي انت عندك الكي اهي، تروح ضرب الكي في القيمه دي على طول، وتروح عامل بقى ايه؟ عندك فيدباك كمان اللي هو في هنا واحد، فتظبط الفيدباك ده يطلع لك القيمه دي، هي مين؟ هي الترانسفير فانكشن بالنسبه لك. في الاخر ادي الترانسفير فانكشن اللي طلعت، تمام. او انا اشتغلت على واحد زي جي اوف اس، رحت عامل ايه؟ انا عندي دي كده، الحته دي هي جي اوف اس، وانا المقام اللي عندي انا عايز اشتغل، عشان اشتغل على راوث كل اللي محتاجه المقام، المقام عباره عن واحد زي جي اوف اس في اتش اوف اس، صح؟ مش دي داله الفيدباك؟ الفيدباك كان عباره عن اختصار، وعباره عن جي اوف تمام. اس على الداله الاساسيه على واحد زائد الداله الاساسيه في الداله الفرعيه. فانا كل اللي محتاجه عايز المقام اللي هو الحته دي، الحته دي واحد زائد جي اوف اس في اتش اوف اس، اتش اوف اس الفيدباك بكام؟ بواحد، يبقى واحد زائد جي اوف اس كل اللي انا محتاجه واحد زائد جي اوف اس، ادي واحد زائد جي اوف اس، ظبطتها طلع لي ان واحد زائد جي اوف اس ده المقام بتاعها. انا عايز اشتغل على ايه؟ عايز اشتغل على المقام برضو، او اسف، طلع لي معلش المقام بتاعها ده، المقام بتاع الجي اوف اس انا ما بشتغلش عليه، انا بشتغل على، انا اسف انا اتلخبطت، المقام بتاع الجي اوف اس لو تفتكر لما بتيجي تظبطه بيطير، اصلا كان بيطير مع الداله الرئيسيه في ايه يا حسن، كان دي بتطير مع الداله الرئيسيه، فهشتغل على البسط، يبقى اللي انا عايزه البسط هو اللي هيبقى مقام الداله الكليه. فرحت قلت له ان اف اوف اس الداله اللي انا عايز اشتغل عليها عباره عن اس تربيع، اس تكعيب اللي هي اتحاد الضرب دي في دي في دي، تمام، زائد 5 اس تربيع زائد 7 اس زائد كي اللي هي دي، مش اللي تحت، اللي فوق. لما تجيب واحد زائد جي اوف اس اعرف ان انت تشتغل على اللي فوق، او اشتغل هات الترانسفير فانكشن للاخر وشوف مقام الترانسفير فانكشن عشان تروح تشتغل على راوس. قدامك حل من الاثنين، يا تكون فاهم فتعرف تجيب ان واحد زي جي اوف اس وبعدين تشتغل على البسط مش على المقام، يا تكون بتشتغل بقى اللي هو رسمي وتروح تجيب الترانسفير فانكشن للاخر. خلاص طيب، بعد ما جبت دي، علمت رسمي ونجيب الترانسفير للآخر. ماشي حلو، بعد ما جبت دي، بعد ما توصل ان ده المقام اللي عندك، حلو، ابدا بقى اشتغل على راوس. راوس بيقول لي ايه؟ هات لي اس تركعيب، اس تربيع، اس اس اوف زيرو،
طيب انا عندي مين عندك؟ كيما جولدا مية، ما فيش مشاكل. رص واحد سيبك خمسة، سبعة اخر حاجة زيرو. طيب التانية رص خمسة سيبك السبعة كي اخر حاجة برضو زيرو. طيب وبعدين اول عنصر عايز اجيبه هنا، اجيبه ازاي؟ بص على الاتنين اللي فوق منه، خدهم مع الحتة دي، يبقى خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين ماينس كي، يبقى تلاتة خمسة اهي ماينس كي على الخمسة اللي هو الحتة دي في العنصر، يبقى على الخمسة، يبقى خمسة واتنين على خمسة فيها السبعة ماينس كي على الخمسة. طيب حلو، وبعدين عايز اجيب العنصر ده، العنصر ده عبارة عن ايه؟ بص على اللي بعده، يبقى هتاخد واحد على خمسة مع صفر وصفر هيديك صفر. عايز اجيب العنصر الاخير اللي هو الحد المطلق، هتروح تاخد الرقمين اللي قبل منه اللي فوق منه وتاخده مع العناصر اللي بعد منه اللي هي دي، تروح ضارب دي في دي وتقسم على القيمة دي هيديك كي، يبقى فعلا الحد الاخير هو الحد المطلق كي. تمام انا كده مش مظبوط. طيب اجي اعمل ايه؟ هو بيقول لي دلوقتي عايز قيمة كي اللي تخلي السيستم، بص تسمع الكلمات دي، سان ستيبل، سان ستيبل تمام، او سان ستيبل دي ايا كان، ستين ستيبل باين، او جاست ان ستيبل، او جاست ستيبل، دول كلهم واحد. معناهم ايه؟ ان القيمه اللي تطلع هنا ايه؟ القيم دي كلها تطلع موجبه. فعشان اخلي القيم دي كلها تطلع موجبه لازم الكي تبقى مالها؟ الكي اللي ظهرت معايا هنا تبقى مالها؟ وبابا تبقى اكبر من الصفر. ده الشرط. طيب ولازم 7 ماينس كي على 5 برضو اكبر من الصفر. فلما تبقى 7 ماينس كي على 5 اكبر من الصفر يبقى هتودي دي عكس اشاره، يبقى الكي على 5 لازم تطلع اقل من السبعه، يبقى الكي لازم تطلع اقل من 35، الكي لازم تطلع 35، والكي لازم تطلع اكبر من الصفر. يعني الشرط الكلي ان الكي اقل من 3 5 اكبر من الزيرو، يبقى محصوره بين الصفر وال3 5. تمام. جاست انستيبل يبقى ايه؟ خد الشرط بقى ان هي ايه؟ بتساوي زيرو، شيل الاكبر وخليها بتساوي زيرو. الكي هتطلع معاك بكام؟ عشان هو عايز قيمه للكي اصلا. الكي هتطلع معاك بكام؟ 35. خلاص؟ طبعا ما تقوليش صفر لان الصفر حل لا تمن، يعني صفر مش حل ملوش لازمه يعني. تمام؟ احنا كنا حاطينه عشان هي اكبر من الصفر مش بتساوي صفر. خلاص؟ لكن الكي بتساوي صفر دي ليس لا يعني ملهاش معنى، حل ملوش معنى. طيب بعد كده بيقول لك عايز حاجه كمان، عايز حاجه اسمها الكروس بندنج كروس اوفر فريكونسي، ودي قلت لك لما تكون الداله اس تكعيب خد المعادله بتاعه الاس تربيع، او تكون عارف ان ايه اللي ممكن يظهر صفر. دول الاول صفين دول بتوع المعاملات، ده بتاع النتيجه. مين بقى اللي ممكن يبقى كله صفار؟ ده يبقى صفر صفر، ده اللي يبقى كله صفر. يبقى اللي قبل منها هي اللي اسمها الاوكسيلري ايكويشن. يبقى الاوكسيلري ايكويشن عباره عن 5 اس تربيع زائد كيف اس، صح ولا غلط؟ غلط. انا بقول ان هي هتساوي 5 اس تربيع زائد كيف اس، غلط. ليه؟ لان احنا ليه بس؟ بناخد 5 اس تربيع نسيب المعامل بتاع الاس، خد الحد المطلق هيطلع كي، دي الطريقه اللي بنمشي بيها. يبقى 5 اس تربيع زائد كي بيساوي زيرو. عايز اجيب الاوكسيلري ايكويشن احل المعادله دي، هيطلع لي ان هي بتساوي موجب او سالب جذر كي على 5 اي، يبقى الاوميجا سي اللي هي الكورسبوندنج فريكونسي كروس اوفر فريكونسي هي القيمه اللي جنب الاي، الكي جذر الكي على 5. طب الكي بكام اصلا؟ 35. يبقى جذر 35 على 5 اللي هي جذر 7 اللي هي بالقيمه دي. خلاص انا عارف ان انا كروت الامتحان ده، بس هو سهل اصلا يعني، المفروض على ان احنا شرحناه في بيزكس، والحته دي فيها حته معفنه قوي. اي نعم انت لو ما فهمتهاش، انت لو جاي تعرض نفسك المساله اول مره هيبقى الحوار رخم، لكن لما تحل بقى مره خلاص الموضوع بيبقى سهل باذن الله. خير 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 خير. احنا كده حلينا الاصعب، بكره نحل الاسهل بقى باذن الله. ولنا لقاء غدا إن شاء الله. كم أخذ كم ساعة؟ 20 دقيقة أعتقد، 34 دقيقة.